يا هلا وسهلا فيكم في سناب واحة الأحساء. اليوم جايب لكم محل تلميع سيارات بإدارة سعودية وأسعار تنافسية، هو محل توتال كير، فحياكم الله. طبعا المحل تلميع سيارات محل رجالي، لكن في مفاجآت واشياء للنساء داخل، تابعوا التقرير قدام. حياكم الله متابعين واحة الاحساء، نتشرف فيكم في توتال كير للعناية بالسيارات بالاحساء للنيزنة. نعرض لكم ان شاء الله خدمات توتال كير. اولها عندنا عازل حراري التغليل من النوع الاصلي، وعندنا مقدمة السيارة اللي هي حماية ضد العج، عندنا النانو سيراميك نركب طبقات على بدي كامل من ضمنها على الجنوب، ونركب على المقتنيات الثمينة كذلك، حتى الأشياء للنساء يعني مثلا الساعات، عندنا الشنط، عندنا الأحذية، أكثر من حاجة يعني. عندنا الخدمة الأولى العازل الحراري يركب على جميع القزاز من الداخل، عندنا أكثر من درجة، عندنا 00 01 02 03، الزبون يختار اللي يبغاه، سواء يكون مخلوط يكون موحد الاختيار له، وجميع التظليل يركب من الداخل، حتى الأمامي حتى الخلفي من وإلى يعني. بالنسبة لدرجة الحرارة، درجة العزل الحراري على حسب اختيارك، يعني لو اخترت مثلا عندك 00 هذه تكون نسبة العزل محدودة، لو اخترت 01 النسبة أعلى، 02 أعلى، 03 أعلى، يعني على حسب اختيارك في الدرجة. الخدمة الثانية عندنا حماية لمقدمة السيارة ضد العج، بالنسبة للعازل اللي ضد العج يركب على مقدمة السيارة. أولا يتم تركيب العازل على ربع الكبوت، هذه تعتبر الأساسية، ربع الكبوت، من بعدها يركب على الصدام بالكامل من ضمنهم الشباك والأنوار والكشافات، يعني نقول الوجهية كاملة، إضافة إلى نركب هنا على ربع الرفارف، بالإضافة إلى المرايات والجسور إلى الربع، ونركب له ربع التندة، وعندك هنا حواف الأبواب والمقابض. طبعا الضمان بيكون مفتوح مدى الحياة، وكل فترة تشيك وتلميع مجاني للعازل. بالنسبة للتلميع على حسب لون السيارة، يعني عندنا اللون الأبيض، السكري، اللؤلؤي، كل 4 شهور تشيك وتلميع مجاني للعازل غير اللون الأبيض والسكري. بالنسبة للألوان غير الأبيض، مثلا الأحمر، الأخضر، الأزرق، بيكون التلميع والتشيك على العازل كل 6 أشهر. وهذا العازل من النوع الأصلي الأمريكي، يتم تركيب هذا العازل على يد فنيين مرخصين وأكثر خبرة في هذا المجال. بالنسبة للعازل اللي شرحته لكم، هذا اللي يعتبر الأساسية، عندنا عرض على النصفية. للنصفية كيف؟ يعني يتم تركيب العازل على الكبوت بالكامل، وهم يركب على الرفرف بالكامل، واللي بيركب هذا بيكون له عرض جدا مناسب ولا يفوتكم. الخدمة الثالثة عندنا التلميع الداخلي والخارجي. هذه السيارة الآن نبدأ فيها في الداخلي، مثل ما تشوفون نفتح الأسيات بالكامل ونشتغل فيها كاملة، يعني نقصل الأرضية، الأسيات، الأبواب، الدواكير بشكل عام، وعندك السقف العلوي، الصندوق الخلفي، يعني الداخلية كامل من وإلى. بالنسبة للتلميع الخارجي، نبدأ بالتلميع الخارجي على كامل البدي. طبعا البدي شامل الجنوب مثل ما تشوفون، الجنوب وهم الماكينة من الداخل، يعني بشكل عام نقول الخارجي كامل، ونستخدم المواد الأصلية أمريكية.
عندنا خدمة طبقات النون سيراميك يتم تركيبها على الجسم الصلب. هي مادة سائلة تركب على البدي بالكامل، من ضمنهم تركب على الجنوب، على الداخلية اللي هو الأسيات الجلد، على اللي هو الطبلون تحميك عن ضد التشققات، على الربلات. من ضمن فوائد طبقات النانو يحميك من الخدوش، ضد الخدوش، ضد مخلفات الطيور. اللمع والنعومة تدوم معاك فترة طويلة، لو جاك الماء على البدي ينزل. هذه من ضمن فوائد النانو سيراميك. ايضا يتم تركيب طبقات النانو على الجنوط، على التاير، هذا يحميك من الاوساخ. يعني اكثر من فوائد تجيك على الجنوط، على التواير. حياكم الله متابعين واحة الأحساء، معاكم أخوكم عبد الله اليونس، المدير العام لمجموعة توتال كير للعماية بالسيارات. طبعاً بنقدم لكم خدمة ما قبل الأخير اللي هي حماية المقتنيات الثمينة. طبعاً حماية المقتنيات الثمينة هو المادة اللي راح أركبها اللي هو النانو سيراميك. النانو سيراميك عبارة عن مادة سائلة توضع على الأجزاء الصلبة وتكون طبقة زجاجية. راح طبعا حمايه الثمانيه عندك مثلا وتر كرامه، الشوز هذا، النعال، الساعات، الشنط. راح اقدم لكم الان الخدمه زين، او راح نسوي تجربه عفوا زين على الحذاء الان. طبعا انا بنعمل تجربه على الحذاء هذا. طبعا هذا الحذاء مطلي بالنانو سيراميك، بينما هذا غير مطلي بالنانو سيراميك. راح اسوي تجربه على الاول الان مثل ما انتم شايفين، ما يمتص. طبعا هذا مخمل وشوف الماء ينزل ما يمتص، بينما هذا مجرد نحطه هنا شوفوا يمتص على طول مباشره. شوف الامتصاص كيف، بينما هنا ينزل مباشره. هذا طبعا عن الغبار، عن الاوساخ، عن المتب كرام الغذورات، فيحمي الحذاء. طبعا ممكن نركب هذا على الشنط، ممكن نركبها على الساعات، ممكن نركبها على الجوالات، ممكن نركبها على اي مقتنيات ثمينه. طبعا خدمه التنجيد في توتال كير في محل خاص بالقرب من المحل الاساسي. انا الان مع فني التنجيد الفني يوسف من السودان، وفني خبرة 16 سنة في هذا العالم، بيعطينا بعض من خبراته وبعض معلومات عن التنجيد. حياكم الله أخواني، مرحب بكم في توتال كير للتنجيد. معكم الأخ يوسف من السودان، خبرة في المجال 16 سنة، 14 سنة في السودان و2 سنة في السعودية شارع الملكي. عندنا خدمات التنجيد، المخمل بالنسبة للأسياد والجلد بالنسبة للأسياد والسقوفات بالنسبة للسيارات، السقوفات منتهية، زائد الطبلون والديركسون وتغليف الأرضية بلاستيك وجلد. عندنا بالنسبة لتغليف الأرضيات عندنا بلاستيك 5 ملي، وعندنا جلد بجميع ألوانه بالنسبة للأرضيات. عندنا كم طريقة للشغل، طريقة بتاع التفصيل وطريقة بتاع شغل شبه الوكالة. نسلمك السيارة صورة بالنسبة للأسياد، نسخة من الوكالة من المخمل ومن الجلد. عندنا جميع أنواع الجلد، ألماني، هندي، كلها متوفرة عندنا، وجميع أنواع الأقمشة، الياباني والصيني. موجودة لدينا تلابيز جاهزة بجميع الألوان بالنسبة للسيارات الصغيرة سيدان. عندنا كرسي أطفال، كرسي أمان برضو متوفر لدينا بأسعار مناسبة إن شاء الله.
يا هلا، عنوان الفرع الاول للتنجيد رفعوا الشاشه. لمعرفة عنوان الفرع الثاني للتلميع والحماية رفعوا الشاشة فوق. وأخيرا محل توتال كير عنده مسابقة، مسابقتهم على سناب شات، أضيفوا حسابهم ولكم جائزة تلميع خارجي بالإضافة إلى نانو سيراميك. وأبشركم لكم تخفيض خاص يا متابعيني 20% لمتابعين واحد الحساب. إن شاء الله استمتعتوا، في أمان الله.